أخيرا وأخيرا وأخيرا حفلة جنس الجنين، وعرفنا السريعة باش كانت حاملة. عمرها كانت في التاريخ ولا كانت المرأة كتولد عاد كدير حفلة جنس الجنين اللي هو الجنين أصلا ما كاينش ومتيقين روسهم. السلام عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كنتمنى تعطيونا اللايكات والتعاليق والبارتاج فضلا وليس أمرا. خرجات السريعة اليوم قال لك حفلة جنس الجنين اللي هو ما كاينش هاد الجنين اللي في القرعه وما داير الحفله ديالو في الدار انها بنيته. شوفي والله القسم اي ما كرهتك تكون حملتي ولدتي بنيته بصح وتذوقي نفس العذاب وتكون ودير لك كيما كيديروا بنات سعاد لامهم باش تحسي بالعذاب اللي دازت منه سعاد والمعاناه اللي عانت منها سعاد. انا ما حقدتش عليك والله، انا كنت منك ونكون ولدتي ويكون جانين بخير وعلى خير والمرض ما نغير حتى شي واحد، ولكن ما كرهتش الصراحه تولدي شي بنيه بنت وتكون بحال بنات المفرقع. ياك انت كيعجبوك بنات المفرقع وكيعجبوك التعامل ديالهم وكيعجبوك التصرفات ديالهم مع الام ديالهم، فما كرهتش تعيشي واحد شويه العذاب اللي عاشته سعاد مع بناتها اللي انت ما كترحميهاش وكتخرجي البنات يضربوا في الام ديالهم وغادبين من الهلاك. هذه فرصه صراحه ما كرهناش، والله ما كرهنا البنات يشوفوا كيفاش غتعاملي مع بنتك، واش غتخلي بنتك تخرج تطوطح في الزناقي وتجي، واش غتخلي بنتك تفقد البكره ديالها من جوج جوايه وتجيك مساله عاديه، واش تعرفي بنتك كتشيش في الدار قدامك كيما انت شتي بنت المفرقع كتشيش وقلتي لها كتعجبني الريحه ديال الشيشه بحال ريحه شي بخور، فبغيتهم يشوفوك واش غتخلي بنتك تشيش قدامك ولا غتخلي بنتك تعرى قدام الاب ديالها قدام المفرقع اللي صداع بالكرايسين هكا قدام باها، واش غتخلي بنتك تقول با هكا جاك شعري ودير فيه الشوفه ديال الصاحب. كنتمنى لما انا عندي احساس انك ما غديريهاش، ولكن امنيتي انك تولدي بنت وتكون بحال بنات سعاد، الجهد اللي عانته سعاد والظلم اللي ظلمته سعاد من بناتها يتمارس عليك انت باش واحد شويه تحسي وتراجعي راسك لا انت لا المفرقع. قال لك جنس الجنين وجنين جنين ما كاينش اصلا، قال لك في القرعه مشات شافت وشوفوا الاستحمار كي داير، شوفوا الاستحمار كي داير، مشات شافت الجنين قالت لك اليوم يلاه شافت ولدها وباقا البنت كتقول لي جنين ما كتقولش لي مولود. فقال لها المفرقع لا بصحح لها ديك الساعه، قال لها لا راه مولود ما بقاش جنين راه ولا مولود. مشات للسبيطار شافت وقالت لك في القرعه في صحه جيده وزعما ديتي هاد تشوف ولدها وما صورتي بها لا فيديو لا والو، لا الدري في القرعه كي داير لا هي غادا تشوف ولدها، حنا عارفينك المفرقع وانت الدجاج جبتيه قبيله درتي عليه فيديوهات عاد الدجاج البلدي صورتي عليه فيديو وغتزقل هذه الفرصه ديال ان السريعه باغا تشوف بنتها في القرعه وما غاديش تصورها. وباقي الكوانب متيقنهم، والله الا باقي الكوانب متيقنهم، ولكن انا امنيتي كما قلت لان والله القسم ماشي حاقد عليها ولا شي حاجه، بزاف يكون حاقد على السريعه او لا انت لا ما حاقد عليها ما حتى شي حاجه، ولكن بغيتها تعيش الظلم اللي تعرضت ليه سعاد وتعيش العذاب اللي عاشو سعاد مع بناتها. حيت بزاف دابا كيقول لك على السعاد ما كتخرج تسخط على بناتها، على السعاد بالعكس الكبده ما غيجربها غير اللي كيحس بها، وبغيت حتى هي تذوق المراره وتشوفي تشوفي العذاب اللي غتشوفي مع بناتك. شتي راه قال لك كيما كديري كيما كتعدي على بنادم كيجيبك ربي اللي ينتقم من يعذبك حتى انت كيما عذبتي ديك السيده غتولدي، واخا انت كنقولوا سير الياس ولكن تقدر توقع شي معجزه وتحملي. والله القسم السريعه الا غتحسي بواحد الاحساس اللي عمرك ما حسيتيه الامومه، ما انا ما غنعرفوش ولكن من خلال التجارب اللي كيعاودوا لي الناس كيفاش الام كيبقى فيها الحال غير ولدها مشى مع مراته وخلاها في الدار او شي حاجه حوايج بساط كيبقاو في الام وكيجرحوها، ولكن باش تخرج بنتك تشد عايرك في اليوتيوب وتقول لك الفاسده وتقول لك العاهره وبنتك تمشي تناقش مرات الاب نهار العرس راه حاجه صعيبه بزاف، راه واخا حنا نقعد ننتقدوا تنعياو ولا نتوما تفرجوا تنعياو ما نحسوش بسعاد، السعاد اللي غتحس بديك الكبده ديال بناتها. وكذلك مع السريعه بغيت تعيط دير نفس الاحساس. واخا نقول لك شوفوا الحمراء ما كاينش الولاده ما كاين لا ولاده لا سيدي زكري غير كذوب في الكذوب في الكذوب في الاستحمار، وانا اللي مرضني هذيك مينا هذيك مينا 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 الطباخه المعفونه المعيفينه جالسه حداهم قبيله وكتقول لي ما عمرها كانت في التاريخ ان شي مراه كتولد عاد كدير هذه وكتجيب بداك الفيم انا موينه كتبان صغار من السريعه، انا صوبت الدجاج البلدي وغنصاوب المساخن وغنصاوب رفيسه وهادي والجنين بنيته ولا وليت تربى ويا بنت الحرام من في عيلك
ويا بنت الحرام من فعيلك العكوشي العكوشي يا النمروده يا العكوشي الديبه، راك واحد الديبه ما قالك ديبه حتى ديبه. وملي سعاد ملي كانت كتشري لك الكادوات وكانت كتعطيك تكمد لك بالتكامد، شدي العكوشه شدي العكوشه، هذا بينوار العكوشه، هذا كارسون العكوشه، هذا سوتيمات ما كديريهمش انت، هذا كارسون العكوشه. كانت سعاد حبيبتك وسعاد جوهره مغربيه، وكنتي كتشكريها عادي وكتشكري السيده. ملي شفتي سعاد جمعت معاكم الصنطه جمعت الكر، ما بقاتش كتميزي عليكم سعاد، صافي سعاد ولات ما مزياناش، سعاد ولات كتسحر، سعاد ولات مدمره ولادها. دابا هادشي اللي غادي يوقع للسريعة المصير ديالنا من القدام. اه السريعة اللي كتشوفي شنيتيكا وتثقي في ديك شنيتيكا، راه كنت عارف اش كيتسناك السريعة مع هاد شنيتيكا، راه عائلة شنيتيكا ما عقلوش عليك. سعاد والدة مع 4 ولاد ما عقلوش عليها، حسب الله كنتي اللي غتولدي لي شنيتيفا ولا شنيتيكا ولا لا تي ولا تي نيت، ما يعقلوش عليك. هاد سالي الادسنس صافي، غير قلت المفرقع باي باي يا مون امور، الواد اللي جابك ما خلاني، رجعي عاد هلك وسيري تنصبي وسيري فين كنتي عايشة في الزناقي. اقسم لك بالله العظيم العقل عليك، واش هذا اللي ما عندوش الكبده على ولادو وما عندوش الكبده على الشرف ديالو عاد غتكون عنده الكبده على وحده يلاه تزوج بها عام ولا عامين؟ هو في الفيديوهات المفرقع كيبين انه ما كيبغيش السريعه، كيبينوا التمثيل، والله القسم اللي كيبان التمثيل، هذاك الحب اللي كيكون مبالغ فيه عارفه غير تمثيل، حيت شي ساحل واحد غيشد الكاميرا نهار ما طالوه يبوس مرته في مراته هو كيبوس لها في راسه، يعني كتبينوا انكم باغين تقليو لسعاد السم، وكتبينوا باش تستفزوا الناس يهضروا عليكم، وكتبين داك الحب اللي هو ما كاينش، الحب المصطنع وحب المصلحه هو اللي كتبين. ورد الدليل راك بينتي دابا اكبر استغلال، ها البيبي شاور ها البيبي تقاشر، هي النفيسه جات مبهدله، انت كتبان في واحد الصوره عاديه ومخرج لك السيده بحال الكلبه كتحرس عليها، دخلي منا تبادلي منا ولدت القرعه الجاج سيدي حجاج، ولدت الجاني على 5 شهور، 5 شهور كيكون باقي تما كامل، مشات تشوفو في القرعة حقا، لا رفيسة لا البيض البلدي لا بيض السمان، جبت لها الحمام، سي حمار الزمي تشري لها نص كيلو، تشري السيدة الذهب راه كدخل لك زبابة ديال الفلوس، نعرفك كتعزها، شري لها واحد السترتلة ديال الذهب نعم السيدي، وشري لها شي لبسة تكون مواعرة ومبينة في أحسن صورة، السيدي يلاه خرجت من السبيطار جايبها شاد لها الكاميرا تاع الدار، دخلها عاوتاني هاهي صورها جالسة هنا هاهي مقاداش تنوض هاهي الكرشة هاهي لبست البينوار. انا جبت لها الدجاجات، يعني كتبين انك تستغل ديك السيده ابشع استغلال، ولكن سرها نهار الاول يجي العائله على قبل الدل راه غتبقى مدلوله، كون مشيتي عند شي واحد اللي هو معزوز وبنفسه والصين عراضو ما غاديش تبادلي بحال هكا، ولكن انت قال لك حاشاكم حاشاكم المشاهدين، قال لك البعره كتقلب على 40 عام في البحر حتى كتلاصق حتى كتلقاها وكديروا كيلاصقوا، هادشي اللي بقى على الزوج عبعره مع بعره وكملوا بعضياتهم. وتحياتي لكم، وشوفوا الفيديو اللي غادي ندير مورا هذا ضروري تفرجوا فيه، اقسم بالله لا غيعجبكم ضروري تفرجوا فيه، اللي مورا هذا الفيديو غنحط هذا دابا مورا واحد شويه غنحط لكم واحد الفيديو غادي يعجبكم المشاهدين. اللايكات اللايكات.